عودة للخليل بالضفة الغربية لمتابعة تفاصيل عملية اقتحام قوات الاحتلال للمدينة عقب عملية دهس في القدس المحتلة. ينضم إلينا من الخليل رائد الشريف مراسل الغد. على ما يبدو رائد ينسحب جيش الاحتلال لكن بعد اعتقالات، ماذا يجري؟ بكل تأكيد انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل من مدينة الخليل بعد اقتحام المدينة في أكثر من منطقة، منطقة الكرنتينا وكذلك منطقة الحرس، ونحن نتحدث عن منطقتين في نفس مدينة الخليل، وذلك لاقتحام منزلي منفذي عملية القدس التي وقعت مع ساعات صباح هذا اليوم. المنفذان من الخليل وهما من عائلتي القواسمة وغلمة، طالبان في الثانوية العامة في المدرسة الصناعية، نفذا هذه العملية وكانت عملية مزدوجة، أي أنها عملية دهس، وعلى ما يبدو أنه عثر بحوزة المنفذين على سلاح كارلو محلي الصنع، بالإضافة إلى مجموعة من البلطات والسكاكين. الأمر ينذر حقيقة بالكثير من الخطر بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص جهاز الشباك. كل هذه المحاولات الدخول إلى المدن الفلسطينية تحديدا إلى الخليل، وذلك لإبعاد هذه المدينة عن ساحة ما يجري في الضفة الغربية. اليوم نحن نتحدث عن عملية نفذت في مدينة القدس المحتلة. المنفذون من الخليل خلال الساعات الماضية كوثر تابعتي عندما نفذت عملية في منطقة بيت عنون، شابان من بلدة السعير في الخليل حاولا تنفيذ عملية طعن وكذلك إطلاق نار ولم تنجح هذه العملية. اليوم في هناك إصابتان طفيفتان بصفوف المستوطنين المتطرفين بمدينة القدس المحتلة. ولكن أرجع إلى النقطة الأساسية، المخابرات الإسرائيلية تريد عزل هذه المدينة ولا تريد إدخال الخليل بما يحدث في الضفة الغربية، خاصة وأن هذه المدينة هي من كبرى مدن الضفة الغربية، وهي المدينة التي لها تاريخ في العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي. ولكن يقال بأنه دائما نحاول بذل جهود استخباراتية أكبر لمنع تدهور الأوضاع هنا في هذه المدينة التي وصفها جهاز الشباك نفسه بأنها غزة الصغرى بالنسبة لحماس، بالنسبة لكتائب القسام، وهي المدينة التي خرجت منها عمليات كثيرة وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المستوطنين وكذلك جنود الاحتلال الإسرائيلي. فكل هذه الجهود المبذولة الآن لعزل تحديدا الخليل التي تم اقتحامها قبل قليل، وتم اعتقال إخوة منفذي العملية سواء في منطقة الكارنتينا أو حتى في منطقة الحرس، وهذه الإجراءات التي اعتدنا عليها، الدخول إلى منازل منفذي العملية كما جرى يوم أمس عندما دخلوا إلى منزل عائلة الجبارين وداهموا المنزل واعتقلوا يعني مجموعة من أشقاء وكذلك من يعني إخوة المنفذين. تبقى الأمور حتى هذه الآن هادئة مشوبة بالحذر بعد اقتحام يعني لشوارع المدينة، وبالتالي شاهدتم كيف دخلت قوات الاحتلال إلى شوارع الخليل، وهذا أدى إلى أزمة خانقة، خاصة وأن الاحتلال أغلق جميع منافذ الخليل ما عدا منطقة رأس الجورة، وهناك حاجز لتفتيش المركبات، الأمر الذي خلق أزمة خانقة في المدينة كوثر. وهو ما أيضا يعني غير التنكيل بالعائلات والاعتقالات التي تطال يعني أفراد عائلات المنفذين العمليات، تزيد أيضا وتيرة الاعتقالات بالضفة بصفة عامة. صحيح، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر إلى 8400 حالة اعتقال، هذا رقم صادم جدا، 8400 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر. عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ ووصل وفاق وتجاوز حاجز 9000 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهذه أرقام مهولة جدا حقيقة ومرعبة في غضون 7 أشهر. اليوم نحن نتحدث عن 199 يوما من الحرب على قطاع غزة، ولكن المعادلة اختلفت تماما، وهذا يؤثر بشكل كبير على الضفة الغربية التي تقتحم يوميا سواء بالاعتقالات سواء بعمليات المداهمة والمجازر التي تنفذ في بلدات ومخيمات وقرى فلسطينية. ولكن كل هذا حتى الآن لم يمنع
الفلسطينيين من الدخول إلى داخل الخط الأخضر إلى مدينة القدس المحتلة وتنفيذ هذه العمليات. وهناك أسئلة كثيرة كوثر حول كيف تمكن هؤلاء من الدخول إلى مدينة القدس المحتلة، شابان من الضفة الغربية وهما يحملان هوية الضفة الغربية، لا يمكن لهما أن يدخلا إلى مدينة القدس المحتلة بسيارة تحمل لوحة أرقام إسرائيلية. دخلا إلى مدينة القدس، نفذا هذه العملية. لو نجحت لأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المستوطنين، ولكن على ما يبدو خلل أصاب السلاح البدائي ومحلي الصنع الذي كان معهما. شكرا. وبالتالي الأمور يعني بحاجة إلى كثير حقيقة. نعم أشكرك رائد، عذرا على المقاطعة، رائد الشريف مراسل الغد، كنت معنا من الخليل.